السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. الصورة المصغرة اللي حضرتك شفتها هي حقيقية، تعالوا دلوقتي نفتح ونشوف فعلا الفورم شفافة زي ما حضراتكم شايفين، بل اننا هنعمل دلوقتي اكبر من كده. هنغير معدل الشفافية للخلفية، شايفين معدل شفافية 25%، 50%، 75% او 100%، واقدر كمان اظهر الاكسس نفسه او اخفي الاكسس. النهاردة ان شاء الله هنتعلم جانب من الجوانب الجمالية في الاكسس، هنقدر ان احنا نعمل فورم شفافة، واقدر كمان اتحكم في عامل الشفافية في الفورم سواء للربع او للنص او 100%. طبعا الاكسس بيتيح لنا الكثير من الامور الجمالية زي شكل الازرار وزي الثيمات الموجودة في الاكسس او الاشكال الجميلة اللي الاكسس بيدعمنا بيها. ان شاء الله مش هتكتب ولا كود، انا حاطط لكم الاكواد كلها، بس تابع معايا الفيديو خطوة بخطوة. والموضوع ده طبعا انا تعبت جدا في البحث فيه لحد ما وصلت للمستوى اللي حضراتكم شايفينه، فياريت ما تبخلوش علينا بالاعجاب بالفيديو واللايك والشير والاشتراك في القناة لو حابين تتعرفوا على معلومات اكثر عن الاكسس. ويلا بينا على بركة الله نبدأ العمل. طبعا ده ملف اكسس انا عامله، هنفتحه بالشيفت، وطريقة عمل الملف ده موجودة في الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم دلوقتي. الناس الجديدة في القناة تقدر حضرتك تدخل على الفيديو ده وتتعلم ازاي تعمل فورم تسجيل دخول وتنشئ فورم زي الفورم دي وتبدأ تكمل معانا الفيديو ده من هنا. اما لو حضرتك اصلا مشترك في القناة وعملت الكلام ده، يبقى هتقدر انك تستخدم الفورم القديم وتقدر انك تعمل الخطوات اللي هنعملها دلوقتي. اول حاجة هنعمل الازرار العادية دي، طبعا دي ازرار عادية جدا بصممها، بدخل هنا اختار شكل زر واضغط على الزر كده واعمل كانسل واغير اسمه ولنفرض مثلا 30%، ده شكل الزر. طبعا بختار له شكل زي ما احنا عارفين من الاشكال دي اهو، وممكن ان انا اخفي شكل الزر واخلي ليه الخلفية بتاعته ترانسبيران زي كده. تمام، هنبدأ دلوقتي نتعلم نعمل الأكواد ازاي. طبعا شكل الزر كده خلاص اتعلمنا ازاي بنعمل الأزرار، هختار الأشكال دي كلها وهخليها ترانسبيران بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الأول عايز لما افتح الفورم ينفذ أصلا أمر الشفافية، فهاجي هنا على الإيفنت وهختار في الاون اوبن، هاجي هنا على الاون اوبن واعمل الكود وهكتب الكود اللي حضراتكم هتشوفوه ده، هضغط كده وهكتب الكود اللي حضراتكم هتشوفوه ده، هكتب dim v as string، هعلن الاول عن متغير اسمه v، ده متغير نصي، وهكتب dim transib transib as long. بعد كده هقول له ال v بقى بيساوي، لو انا عايز اعمل ال opacity 100% هكتب 1، لو انا عايز اعملها اقل 0.5 يعني 50% كده، واضغط انتر. هكتب بعد كده me.painting.painting بتساوي فولز، بعد كده هكتب set opacity set form opacity مسافة مي، واعمل مسافة val الفاليو بتاعت ال v، بعد كده اخد واكتب opacity transib اعمل me.painting بتساوي true،
بكده يبقى انا عملت الاوباسيتي 50.5، ده في امر الفتح عملت الاوباسيتي للنص، ممكن اعمله 75% وممكن اعمله اخليها 50 حاليا. تعالوا نشوف عند الفتح قال لي الفانكشن نوت ديفايند. ليه بقى؟ ليه الكلام ده؟ لان انا لسه ما حطتش الايه، لسه ما عملتش الموديول الخاص بالاوباسيتي. الموديول ده موجود في ملف الاكواد، هنفتح ملف الاكواد ونيجي على الموديول الخاص بالاوباسيتي. من اول الثلاث نقط دول هناخد الامر ده كله كده لحد الاخر كوبي، وهنيجي هنا ننشئ موديول ونعمل بيست في الموديول ده. بس نلاحظ لازم نمسح الكلمة دي اهي عشان تبقى اوبشن كومبير داتابيس واحدة، وهنعمل كنترول اس، لازم نعمل كنترول اس ونسيف، نسمي الموديول ده باي اسم، موديول 1 مفيش اي مشاكل. انا هحذف موديول منهم، نتأكد ان الموديول مكتوب صح. خلاص تمام، نقفل. تعالوا بقى نفتح كده الفورم، نقف على اي حاجة في الفورم ونفتح الفورم. فعلا الاوباسيتي بتاعت الفورم لو تلاحظوا اتعملت ل50%. نرجع تاني لوضع التصميم، وعايزين نربط بقى كل زر من الازرار دي نعمل له نفس الطريقة. فهنعمل ايه؟ هنيجي على الاوبن وناخد الكود اللي كتبناه علشان ما نقعدش نكتب تاني، ناخد كوبي ونخرج ونيجي هنا في 25% دي نعملها، نحط نفس الكود كده بيست، بس نغير الفي دي نخليها في 2 لان ما ينفعش نعمل نفس الدايمنشن، ونعمل 2 ونعمل برضو الترانسيب 2 ونعمل الفي دي 2 ودي 2. واهم حاجه بقى نغير ال 50% نخليها 25%. بكده يبقى انا عملت الكود ده صح. اجي على ال 50 بنفس الطريقه، طبعا انا عاملهم قبل كده اهو، نسمي 3 والترانسيب اخليها برضو 3 ودي 50%، طبعا لو كتبتها 50 هي ترجع برضو كده، والترانسيب 3 وهقفل وهدخل على 75 بنفس الطريقة. هي معمولة اهي، هعمل بس دي 4 ودي 75%، والمية في المية نفس الطريقة برضو اهي، اعملها 5، اعمل دي 5 وترانسب اعملها 5، والمية في المية معناها 1. تمام يا جماعة، واقفل. وتعالوا نشوف دلوقتي الكلام ده هيظبط ولا مش هيظبط. لو ضغطت على الانتر كده فعلا اهي، تعالوا نشوف 50%، 75%، 100%، 25%، 50، 75. شايفين يا جماعة اهي 100% طبعا بيلغي الشفافية خالص. طيب تعالوا دلوقتي نروح لكود اخفاء واظهار الويندوز. طبعا في الحلقة دي اللي هتتعرض قدام حضراتكم انا عملت طريقة اخفاء الاكسس. هناخد بس الكود بتاع الاخفاء من اول هنا لحد التلات نقط، فين التلات نقط اهو، وناخد كوبي، نتأكد ان لحد التلات نقط بس، ونعمل برضو تعالوا نقفل وندخل تاني بالشيفت وندخل تاني نعمل كرييت، ونيجي على موديول ونضغط بيست كده، ونتأكد ان كل حاجة موجودة صح، ونعمل كنترول اس، نسمي الموديول ده اي موديول، موديول 1 مفيش اي مشاكل، المشكلة مش في الاسم خالص. ونيجي دلوقتي في الفورم عايزين نربط الامر بتاع الاخفاء. طب تعالوا نعمل الاظهار الاول، نعمل الاظهار، هنيجي على الكود
هنيجي على كود الاظهار. كود الاظهار اهو يا جماعه الكود الثاني، ناخده كوبي ونحطه فين؟ في قاعد في الزر بتاع الاظهار. الزر بتاع الاظهار هنحط هنا، طبعا انا كاتبه اصلا اهو اهو، هنعمل بيست وكود، هعمل ده برضو مسح علشان اوري حضراتكم ازاي هتعمل. ونيجي على كود الاخفاء ونروح نجيب كود الاخفاء اللي هو الاول ده، ناخد كوبي ونيجي على زر الاخفاء ونضغط ونلصق كود الاخفاء هنا، وبكده يبقى مبروك عليكم الاخفاء والاظهار والاوباسيتي. تمام، نشوف دلوقتي عايزين نخفي الاكسس، فهنضغط اخفاء، فعلا الاكسس اختفى معايا. عايزين نظهره تاني هنظهره كده، يبقى احنا نعمل شو اظهار واخفاء اهو. الفورم زي ما حضراتكم شايفين، هنخفي ونظهر الاكسس، وهنعمل الخلفية الشفافية للخلفية زي ما احنا عايزين. ياريت لو استفدت من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.